السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الأول الثانوي. أمس الأستاذ زاد شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرين معك في حالة المنهج بتاعك العام 2022 من كتاب جيم من العام 2022، مستمرين على الوحدة 4. إن شاء الله معانا النهاردة درس 3 و4 من الوحدة 4، وهناخد الجزء الثاني من قاعدة الوحدة اللي هو countable and uncountable nouns، هنشتغل عليه تدريبات إن شاء الله. أكيد أنت شفت فيديو الشرح بتاع القاعدة بتاعتنا موجود على قناتنا، نشوفه وبإذن الله إن شاء الله هيكون ده يخلي عملية الحل سهلة وبسيطة إن شاء الله. بداية التدريبات بتاعتنا للانجوج سايز على الدرس 3 و4 من 4 موجود على صفحة 227، صحيح على بركة الله هنبدأ بنا في دول لك. Would you like، هل تود في كذا، وجايب cup of tea. cup of tea بمعنى فنجان شاي. طيب نحط قدامها ولا إني ولا الصم ولا آن. طيب cup of tea تبدا بحرف ساكن وده شيء قابل للعدد، خلاص يبقى نقول ايه؟ ا cup of tea، فنجان شاي واحد. نحط قدامها ا، اجابتنا في الجمله رقم واحد. اتنين بدا بفراغ، بوكس بوكس يعني كتب، ار فيري يوسفول، مفيده جدا. وايل اذرز ار نوت، بينما الاخر او كتب اخرى يعني ليست، يبقى اذرز ان هو بتديك دليل ان الكلام اللي هنا هو بيتكلم عن بعض هذه الكتب مش كلها. طب يبقى نقول اني اللي هي معناها اي، ولا الصم يعني بعض، ولا الوت كثير، ولا ماتش كثير بس الحاجه غير قابل للعدد. لا نقول سام بوكس، بعض الكتب. تمام، بعض الكتب مفيده، وبينما البعض الاخر لا، او بينما الجزء الاخر لا. طيب سام هنا بمعنى بعض، اجابتنا في الجمله رقم 2. طبعا سام تنفع مع الشيء سواء كان قابل للعدد او غير قابل للعدد، بس لو جاء وراها شيء قابل للعدد لازم يكون جمع، زي ما انت شايف كده في كلمه ايه؟ في كلمه بوكس. شايف انت الاس اللي دي بتاعت الجمع؟ ده ياكد الكلام اللي احنا بنقوله. ابتدى بقول لك فيها 3 hours، 3 ساعات، وجايب فراغ، a long time، فترة طويلة، to wait for her to come، للانتظار ليها انها تيجي. طيب الجملة دي من الجمل المخادعة، ليه؟ خد بالك من حتة 3 hours دي، 3 ساعات، شكلها معاك في العربي جمع. شكلها معاك في العربي ايه؟ جمع. بص كده علينا احنا في الاختيار هناخد لها ايه؟ is ولا are ولا have been ولا where. تمام؟ خد بالك ان هو طبعا الجملة فيها شكل مضارعة ايه؟ to wait for her. طب ماشي، يبقى لسه في مضارع، يبقى انت عينك في الاختيارات على الحاجه اللي لها علاقه بالمضارع، يبقى is او are. have been ده مضارع تام بعيد عننا خالص، where ده ماضي بسيط. لا طيب تاخد is ولا are؟ انا هاخد is. الله يا مستر، مش لسه بتقول 3 hours؟ قلت لك مش فاهم، مش فاهم، بقول لك خلي بالك الجمله دي مخادعه. ليه مخادعه؟ قلت لك في العربي تظهر لك كانها جمع، لكن عندي في الانجليش دي بيسميها مدة زمنية. المدد الزمنية والأوزان والمسافات والدنيا دي كلها بعملها أنا معاملة هي وشوئت. يعني معاملة هي وشوئت؟ يعني تاخد إز اللي يناسب هي وشوئت، وده أسهل شيء ممكن نوضحه في هذه النقطة. نجهز الجملة رقم 4، بس نعلي الشاشة شوية عشان تبقى ظاهرة قدامك. على فكرة يا شباب، متابعتك لي شرح القاعدة من فيديوهاتنا هيسهل عليك الحل ده بإذن الله تماما. القاعدة عندنا موجودة على القناة بتاعتنا، تقدر ترجع لها بسهولة إن شاء الله لو لا قدر الله كنت نسيت منها أي حاجة. ماشي يا سيدي. وفراغ بيقول لك اكسرسايز كيبس، اكسرسايز بمعنى تدريبات. كيبس يور بودي فيت، تجعل جسدك في لياقة. سو يو شود جوين ا جيم كلاس، لازم تروح لفصل من فصول الجيم. طيب نقول ميلي عديد ولا ماتش كثير ولا الوت كثير برضو ولا فيه، بس طبعا الوت انا ناقصه حرف جر. طيب روح لكلمه اكسسيز، هو جايبها، جايبها في شكل ايه؟ هو جايبها في شكل كلمه بيتكلم فيها تدريب، اللي هي التدريب البدني. تمام. طيب ينفع اقول عليها ميني؟ طب ميني تيجي مع شيء قابل للعدد ولازم الاسم اللي جاي وراها يكون جمع. طب ده مش كده. طب نيجي الماتش مع الاشياء غير قابله للعدد، الوت تنفع مع اللي تعد واللي ما يتعدش بس محتاجه وراها اوف، وفيو تيجي مع اللي تعد فقط. يبقى كده مين الوحيد اللي ينفع معايا؟ ماتش. ماتش اكسرسايز، الكثير من التدريب. ماشي، اجابتنا في الجمله رقم 4. 5 بقول لك فيها باج اوف ماني، حقيبه من المال، كذا، فروم ماي فادر، من والدي، وايل ووكينج لاست ويك، اثناء المشي، لاست نايت، الليله اللي عدت. طيب ووز ستولن، طبعا هنا هو فيها بناء المجهول، سرقت، ودي كده هو ماضي بسيط. از ستولن ده مضارع بسيط بس برضه بناء المجهول. وير ستولن بناء للمجهول، بس الفرق هنا هو كانت ووز هنا بقت وير. وار ستولن بناء للمجهول في المضارع البسيط. يبقى انا عندي كده بناء للمجهول في الاربع اختيارات، اثنين منهم مضارع واثنين ماضي.
المشكلة عندي هنا هو اخد مين فيهم، اخد المفرد ووز ماشي واز، ولا اخد الجمع وير وار، مين فيهم اللي تنفع؟ انا هاخد طبعا اولا الجملة هنا هو زمانها لاست نايت الليلة الماضية، يبقى كده الاتنين المضارع وقعوا، يبقى از ستولن وقعت وار ستولن وقعت، فاضل مين كده؟ فاضل ووز ستولن وير ستولن. هي اباج اوف ماني دي ايه، واحد ولا اتنين؟ لو واحد يبقى مفرد، لو اتنين عندي الاتنين عندي جمع، واحد حقيبة واحدة اللي وقعت، خلاص يبقى ووز ستولن إجابة صحيحة أو اتسرقت، لأن هنا ستولن بمعنى سرقت، اللي اتسرق من الأب أنا ترجمنا الفعل ستولن إن هو بمعنى سرق، سرق، سرقت من الأب حقيبة، خلاص حقيبة واحدة اللي اتسرقت، تمام كده، يبقى ناخد لها ووز، لأن بنقول a bag of money حقيبة من المال اتسرقت من أبوه امبارح، ووز ستولن بمعنى سرقت، إجابة صحيحة في جملة رقم خمسة. طيب ست بقول لك فيها I don't have، أنا ليس لدي كذا فرنتشر، ليس لدي كذا فرنتشر، فرنتشر بمعنى أثاث، تمام. I feel more comfortable with this furniture، أنا أشعر بارتياح أكتر مع إن الفرنتشر يبقى أقل. طب يبقى نقول ميني عديد ولا ماتش ولا صم ولا الأول قبل ما أختار هنا، هي كلمة فرنتشر قابلة لعدد ولا غير قابلة لعدد؟ غير قابلة لعدد، فرنتشر معناها أثاث، كلمة ما تتعدش، تمام؟ طب بما انها ما تتعدش يبقى مين اللي هي معناها عديد ما تنفعش؟ مين اللي هي معناها عديد؟ ماشي ما تنفعش، لأن أنا بتكلم عن إيه؟ عن شيء غير قابل للعدد، تمام؟ يبقى هناخد ماتش، ماشي؟ طيب يا مستر ليه ما خدتش صم؟ صم معناها بعض، والبعض ده ينفع مع اللي تعدي ولا ما يتعدش؟ أقول لك أه، المشكلة في حتة أي دونت هاف، هو بيقول أنا ما عنديش، يقول أنا ما عنديش بعض الفرنتشر، لا غلط كده، تبقى الجملة غلط، ترجمتها غلط، ماشي. طبعا انا مش هتنفع لان انا مع اللي تعد، والكلام هنا مش ما فيش عدد هنا مع فرنتشر. طيب ماتش انسب اجابه لاكثر من سبب، اول سبب اني كلمه فرنتشر غير قابل لعدد، تمام. الحاجه الثانيه ان ماتش مفضله على صم، لان الجمله هنا هو بيقول اي دونت هاف، ليس لدي، وليس لدي بعض وليس لدي الكثير، ماشي تمام. ويأكد ان ماتش هي الاجابه بتاعتنا استخدامه لكلمه لسه هنا في الجملة التانية، لما يقول والله أنا بشعر بارتياح أكتر لما يكون عندي أساس أقل، بنأكد على ماتش، إجابة صحيحة في جملة رقم ستة. سبع، حوار ما بين طرفين، الأولاني بدأ بحاجة فاضية، بيقول لك إيه كوفي هاف يو درانك توداي، كوفي اللي هو القهوة أنت شربتها النهاردة، طبعا الجملة مضارع تام، راح قال له تو كابس فنجانين، يبقى يقول هاو ميني كم عدد، ولا هاو ماتش ما مقدار، ولا هاو لوحدها، ولا هاو لونج طول مدة زمنية؟ لا، هو بيسأله عن هاو ماتش، ما مقدار القهوة اللي انت شربتها النهاردة، عشان اقول له فنجانين، بيسأل عن مقدار القهوة اللي اتشربت عشان اقول له انا شربت فنجانين من القهوة. طيب تمام، يقول لك فيها one of the players in the blue team كذا very tall، واحد من اللعيبة في الفريق اللي لونه ازرق طويل. هو بيقول لك خد بالك من حتة وان دي، يعني شوف الكلمة جاية في اول الجملة، لو ما ركزتش فيها هتختار غلط. طب نقول عليه ار ولا از ولا بي ولا از بين؟ مش احنا بنقول 1؟ خلاص بما ان 1 يبقى ايه؟ يبقى از. تسعه، بيقول لك فيها there were only، كان هناك كذا فقط، ماشي بيبول يعني ناس، ماشي بس نعلي الشاشه شويه، ماشي نقول الجمله تاني، there were only وجاء فراغ people in the meeting، ماشي كان هناك فقط كذا ناس في الميتنج اللي هو الاجتماع. So the manager canceled it، ولذلك اللي المدير لغاه. طب بما انه هو لغاه يبقى ده معناه ان الناس اللي كانت موجوده كانت ايه؟ كانت ليتل قليل غير قابل للعدد، ميني عديد، افيو قليل قابل للعدد ولكنه كافي، فيو قليل قابل للعدد ولكنه غير كافي. هي الناس اللي كانت في الاجتماع قليله لدرجه تخلي الراجل يلغي الاجتماع ولا يكمله؟ هو لغاه، يبقى ده معناه ان القليل ده كان غير كافي. خلاص only كلمه تاكد الكلام، only معناها فقط، تاكد ان هذا القليل من الناس، طبعا الناس هنا قبل العدد، كان غير كافي لدرجه خلت المدير لغى الاجتماع. فيو قليل غير كافي قابل العدد، اجابه واحده صحيحه في جمله رقم تسعه. عشان بقول لك فيها most of furniture، معظم الاساس كذا ان دمياط في دمياط، تمام. ارمي طبعا هنا في بناء المجهول في الجمله اللي قدامي في المضارع بمعنى صنع بس مع ار، از ميد صنع بس مع از، ميكس يصنع ده كده في المضارع البسيط، واز ميكينج ده مضارع مستمر. طب هي كلمه فرنتشر قابل عدد او غير قابل عدد؟
كلمة فينيتشر غير قابل للعدد، بما انها غير قابل للعدد تعامل معاملة هي وشوية الوقت بان تاخد لها از ميد، خلاص تاخد لها از ميد بمعنى تصنع. هنا الجملة فيها بناء المجهول في زمن المضارع البسيط. إجابة صحيحة في الجملة رقم 10. 11 بدأ في فراغ وفي هنا علامة استفهام وده سؤال. The police know، الشرطة تدري أو تعرف. How the accident happened، الحادثة إيه حصلت. طب نقول do ولا does ولا is ولا was. هو عايز بيقول لك إيه؟ هل الشرطة تدري؟ طيب كلمة the police تعامل معاملة they. خلاص كده؟ يبقى الاختيار الوحيد اللي ينفع في الأربعة هو do. Do the police، هل البوليس يدري أو يعرف؟ 12 بيقول فيها I bought my son a new pair of shoes، انا اشتريت لابني شوز جديده. ماشي، اشترى له حذاء. which كذا very expensive. طيب خد بالك من الحته المخادعه هنا، ماشي، اللي هي a new pair of shoes. لو انت بقى ما خدتش بالك من حته a new pair of shoes دي، تمام، ورحت اتعاملت مع كلمه شوز لوحدها، شوز لوحدها تعامل معامله زي. لكن A new pair of shoes هنا بقى خليتها تعامل معاملة هي وشو إت، خلاص يبقى are مش هتنفع، where مش هتنفع، طيب have برضو مش هتنفع، يبقى مين اللي فاضله؟ was. إجابة صحيحة في الجملة رقم 12. احنا قلنا السبب إيه؟ عشان إيه؟ A new pair of بمعنى زوج من A واحد بس، يبقى يعامل معاملة هي وشو إت، يبقى ياخد was. إجابة صحيحة في الجملة رقم 12. طب 13 نزل معاها رقم الصفحة عشان تبقى شايفه، وبيقول there وجاي في فراغ. there هنا بمعنى يوجد. too many passengers، الكثير من الركاب، وطبعا هنا في زياده. on the train، على القطار. I couldn't get on it، ما قدرتش ادخله. طيب هنا هو الركاب دي تعامل ايه بقى؟ معامله زي، خلاص جمع اهي، ما هي passengers اهي. طيب ماشي، يبقى نقول aren't اللي فيها نفي، ولا isn't برضو فيها نفي. are فيها اثبات واز فيها اثبات. هو كان عدد الركاب كان يوجد كثير ولا لم يكن يوجد؟ لا، كان في كتير، هناك الكثير، يبقى there are too many passengers، وخدنا ار عشان passengers جمع زي ما انت شايف، فما ينفعش اخد معايا is، والجمله مش منفيه عشان اخد لها aren't ولا isn't. are بناكد عليها اجابه صحيحه في الجمله رقم 13. طب 14 بيقول لك فيها my friends managed، اصدقائي تمكنوا من to get a lot of useful information، من الحصول على كم هائل من المعلومات المفيده. but I haven't got، ولكن انا ما قدرتش ايه؟ haven't got ايه بقى؟ some ولا many ولا any ولا few؟ الوحيده فيهم اللي تيجي في النفي any. I haven't got any، ماشي؟ انا ما حصلتش على معلومه، طبعا هم جابوا كتير a lot of، لكن هو عيني ما قدرش يتحصل على اي معلومه لانه ما للاسف ما كانش حظه معاه فما حصلش اي معلومه. تمام، نروح صفحة 228 عشان نكمل تدريبات الجرامر اللي جاية على الوحدة 4 دسة 4. ماشي، جملة 15 بيقول لك فيها Can you tell me how، هل يمكنك أن تخبرني كيف كذا. times، times لما معنا مرات. You have seen this film، شفت الفيلم ده. many، عديد. any، أي. much، كثير. often. طيب can you tell me how many، كم عدد المرات اهي. how many times، كم عدد المرات. everyone knows that athletics، كله يعرف او كل واحد يعرف ان athletics اللي هي الالعاب الرياضيه. جاء فراغ us fit and healthy، ماشي. طب تقول keep، طبعا keep هنا بمعنى يجعل او يحافظ على كذا. طيب ماشي كده في شكل المصدر او مضارع بسيط. are keeping ده في استمراريه في المضارع. keeps مضارع بسيط برضو، ماشي. we have kept ده مضارع تام. هتاخد مين اجابه؟ هاخد keeps اجابه. الله، طب انت خدت keeps يا مستر ليه؟ مش تقول لنا خدتها ازاي؟ بص يا سيدي، everyone knows that، ايه الكلمه المهمه في الاختيار؟ athletics. يا مستر ما athletics فيها اس هو، ازاي تاخد لها keeps اللي هي تعامل معامله هي وشو ات؟ اقول لك اه، خد بالك ان athletics حرف الاس ده اساسي فيها، مش هي كانت مفرد باثليتيك ورحنا جمعناها باثليتكس، لا، اثليتكس كلمة على بعضها حرف الاس اساسي فيها، فهي ليست جمع. اثليتكس هي معناها بالعربي عندك انت الالعاب الرياضية، ليش دعوة بالعربي تقول لي ما قلت العاب رياضية، لا مش دعوة بالعربي بتاعك، لكن ليها دعوة ان كلمة اثليتكس عندي من الكلمات اللي حرف الاس فيها اساسي وتعامل معاملة هي وشو ات، فخدت لها كيبس في المضارع البسيط بإضافة اس للفعل كيب. إجابة صحيحة في الجملة رقم 16.
صباح الفل. Would you like to have، هل تود في أن تحصل على إيه هيلب، مساعدة، وخد بالك من كلمة هيلب، with this project، في المشروع ده عايز إيه بقى؟ any help ولا an help ولا the ولا some. Would you like to have some help، هل تود في الحصول على بعض المساعدة؟ تمام. طبعا هنا ما ينفعش any خالص في الجملة اللي قدام، لأنه مش بقول له أنت عندك أي مساعدة، لازم بقول له عايز بعض المساعدة. طيب ماشي. الجملة رقم 18 بيقول لك فيها there is، يوجد كذا، خلاص ريحني، هو بإس دي، ها، كذا in my soup، في الشوربة بتاعتي. I am so angry، أنا غاضب جدا. طيب أنت في السوب بتاعك موجود some hairs. إيه some hairs دي؟ ولا hairs، طبعا بنتكلم هنا عن إيه؟ عن كلمة شعر. طيب ولا a hair ولا the hair، الشوربة بتاعته فيها is، يبقى a hair، شعراية، فيها شعراية. الله يا مستر، هو الشعر ده احنا بنقدر نعده؟ هو اللي واقع في الشوربة مش دماغك كلها، انت شعراية منها، هو يا باينة، خلاص يبقى نقدر نقول ايه؟ a hair، بدليل وجود is. اجابة صحيحة في الجملة رقم 18. 19 بيقول لك فيها I am going to buy، انا سوف اشتري ايه؟ to have my breakfast، عشان ايه؟ احصل على فطاري، عشان افطر يعني. هيشتري some breads، يا لهوي ايه ده؟ هو البريد اساسا بيتضاف لها اس ولا ميني بريد؟ ما هي ما بتتعدش كلمه بريد اللي هي خبز، ازاي احط قدامها ميني؟ طيب ابريد، طب ازاي ما هي ما بتتعدش؟ طالما انها ما بتتعدش ما ينفعش احط قدامها لا ولا ولا سام بريد. هي دي سام بريد، لان كلمه بريد بمعنى خبز يا شباب غير قابل للعدد، وبما انها غير قابل للعدد لا ينفع اقولها بريدز، ولا ينفع اجيب قدامها ميني، ولا ينفع اجيب قدامها لكن ينفع اجيب قدامها سام. سام بريد، وما بقاش فيها اس زي الاولانيه دي، غلط، لازم تكون سام بريد بمعنى بعض الخبز. اجابه صحيحه في الجمله رقم 19. طب نجهز الجمله رقم 20، واللي بيقول لك فيها I didn't get، انا لم احصل على كذا، information، معلومه، only a little، فقط القليل. تمام، خد بالك من ان كلمه information كلمه غير قابله للعدد. طب نقول معاها ميني؟ لا. طب ماتش ولا سم ولا اني؟ مين اللي ينفع؟ انا هاخد ماتش. ليه ماتش؟ لان هنا نفى الجمله، بيقول I didn't get، انا لم احصل على الكثير من المعلومات، فقط القليل. ما ينفعش اقول didn't get some، ازاي اقول لم احصل على بعض؟ لسه احنا حاكين في الحكايه دي من شويه. وازاي اقول didn't get any؟ عارف لو didn't get any دي تنفع ماشي، بس المشكله في ايه؟ only a little. لو انت قلت I didn't get any information معناها ان انت لم تحصل على اي معلومة، يعني ولا معلومة وصلت لك. لكن وجود only a little، فقط القليل، يقول ان هو حصل على بعض على معلومات صحيح لكنها مش كتيرة. يبقى didn't get much، لم يحصل على كثير، فقط القليل. اجابتنا في جملة رقم 20 much. طيب 21 بيقول لك ايه؟ 5000 باوندز، 5000 جنيه كذا، ان ذا روبري، روبري معناها عمليه سطو مسلح. طب وير ستولن، بنقل المجهول، سرقه طبعا، لان كلهم للفعل ايه؟ سرقه. وير ستولن في الماضي البسيط بنقل المجهول، ولا هاد ستولن ماضي تام، دي كده هو مش مبني المجهول، هاف ستولن مضارع تام برضه مش مبني المجهول، ووز ستولن ماضي بسيط مبني المجهول. طيب الجمله اللي قدامي ده هي ما فيش فيها ما يدل على انها ماضي تام عشان اخد لها هاف ستولن، وما فيش ما يدل على انها مضارع تام عشان اخد لها هاف ستولن. وحاجه تاني ان ال 5000 باوندز تقع مفعول به مش فاعل، يبقى الاختيارين بي وسي وجعوا. طيب فاضل معايا ايه؟ فاضل معايا وير ستولن اللي هو البناء للمجهول في الماضي البسيط، ووز ستولن برضه بناء للمجهول في الماضي البسيط. طب تاخد وير ولا تاخد ووز؟ اولا 5000 باوندز يا شباب معناها 5000 جنيه، دي بتتصنف عندي انا بالنسبه للقاعده انت شغال عليها اسمها مقدار من المال، زي المسافات وزي الاوزان وزي الدنيا دي كلها. فاكر احنا المعلومه دي قلنا عليها ايه؟ قلنا مقادير المال وقلنا المسافات وقلنا الاوزان تعامل معامله هيوش وقت، برغم ان انت هديها لك ان هي جمع. يعني انت لما تترجم دي بالعربي تقول ايه؟ 5000 جنيه، 5000 جنيه يعني كتير، يعني حاجه جمع. لا، عندي انا دي في اللغه الانجليزيه تساوي هيوش وقت، يعني تعامل معامله هي وشو ات، يبقى اخد لها ووز ستولن. اجابه وهي صحيحه في الجمله رقم 21. طيب 22 حوار ما بين شخصين، الاولاني بيقول ايه؟ كان اي بور يور سيزرز، ممكن استلف المقص بتاعك؟
ماين ايه شارب اناف، المقص بتاعنا مش حد بما يكفي. يقولها بإزنت ولا بدازنت ولا بارنت ولا دونت. خد بالك من ان سيزرز اللي هو المقص يساوي عندنا في اللغة الإنجليزية ذي، بما انه يساوي ذي يبقى إزنت ما تنفعش ودازنت ما تنفعش، خلاص. طب اخد ارنت ولا دونت؟ هو عايز يديله، عايز يقول له يكون، يبقى ارنت ماشي، وادي الصفه شارب. ما ينفعش اقول دونت واجيب وراها صفه. ارنت اجابه وحيده صحيحه في الجمله رقم 22. 19 بيقول فيها ذا ترين از، القطار ماله بقى؟ اوف ترانسبورت، ترانسبورت معناها مواصلات، وهنا جايب حرف جر اوف عشان يعدل مع الكلمه اللي جايه هنا الترجمه. اي ريلي لايك يوزنج ات، انا والله بحب استخدمه. طيب مينز ده فعل كده، معناه يعني ماشي. The means جايب قدام هذا، a means معناها وسيلة، some means. طيب القطار ده a means، دي كلمة على بعضها ماشي، a means كلمة على بعضها، يعني ما تقدرش تحوش منها حرف الايه. الكلمة اللي قدامك دي معناها وسيلة، a means دي وسيلة، خلاص. مش كانت مفردة بمين ورحنا حاطين لها اس، لا، لان كلمة مينز اللي في الاول دي جاية من الفعل مين بمعنى يعني او يقصد، فخليناها باس للمضارع عشان هيك شوية مثلا. لكن امينز عندي دي معناها وسيلة، فتبقى مع از تعمل لي معنى، وتبقى از a means of transport معناها وسيلة من وسائل المواصلات. ماشي، نروح لجملة رقم 24 بس نرفع الشاشة شوية عشان تبقى ظاهرة. تمام، بيقول لك فيها I attended the meeting، أنا حضرت الاجتماع. With some young girls، مع بعض الفتيات إيه الشابات. They were 14، كانوا 14. شايف الهايفن دي؟ في شرطة أهي، شايفها؟ أهي، نحط عليها علامة ونقط وجايب هايفن تاني all the girls. عايز أقول إن هم يعني كان عمرهم 14 سنة، الواحدة يعني عمرها 14 سنة. طب يير لوحدها من غير اي حاجه، ولا ييرز واخده شكل الجمع، ولا ييرز ابوستروف اسم ملكيه المفرد، ولا ييرز ملكيه للجمع بابوستروف. خد بالك من حاجه، ان لما يديني رقم زي ما انت شايف كده وبيتكلم عن موضوع السن هو، ويجيب هايفن ويجيب مسافه وهايفن تاني ويجيب صفه زي ما انت شايف ان هو كذا، هو هنا اللي بيقولوا عليه تمييز يعني، خلاص كده، لهذا الشيء او صفه لهذا الشيء. يبقى انت كلمة يير تيجي في شكل المفرد، ليه؟ الهايفن دي اللي هي الشرطة اللي هنا قبل كلمة يير كده، والشرطة التانية اللي بعد كلمة يير خلوها تاخد شكل المفرد زي ما انت شايف كده، عشان تبقى 14 year old girls معناها فتيات عمر الواحدة فيهم 14 سنة. 25 بيقول لك فيها one should drink enough، الواحد لازم يشرب ايه كافي of water daily، ايه اللي ناقص هنا؟ lots ولا many ولا quantity ولا a lot؟ انت محتاج تشرب quantity enough، quantity of بمعنى مقدار كافي من، ما ينفعش اقول enough lots of، ايه دي؟ ايه lots of ولا enough many of؟ لا، quantity. ليه بقى كمان كلمة quantity؟ لان كلمة water اللي هي ماء كلمة غير قابلة للعدد، فبالتالي تعامل معاملة ايه؟ تعامل معاملة الأسماء غير قابلة للعدد، فتاخد معها مقدار كمية كوانتيتي ماشي، بمعنى مقدار أو كمية. إجابة صحيحة في الجملة رقم 25. طيب 26 بدأ فراغ، تليفون was invented by جراهام بيل، التليفون اخترع بواسطة جراهام بيل. واضحة جدا إنه بيتعامل معاه لأنه اختراع اللي هو التليفون، يبقى نقول قدامه ولا آن ولا ذا ولا نو أرتكل، مش إحنا بنقول عليه اختراع؟ خلاص، يبقى التليفون اختراع يبقى إيه؟ يبقى ذا. نزل رقم الصفحة ونروح لجملة رقم 27، بيقول لك فيها walking to، المشي أو السير إلى كذا. work عمل is part of my daily routine، جزء من روتيني اليومي. طيب أقول لها ولا آن ولا ذا ولا نو أرتكل؟ خلي بالك إن كلمة work كلمة غير قابلة للعدد، وبما إنها غير قابلة للعدد يبقى لا ينفع قدامها ولا آن ولا حتى ذا، يبقى هنا هناخد لها نو أرتكل بمعنى السير إلى العمل. نو ارتكل اجابه صحيحه في الجمله رقم 27. 28 بيقول لك فيها it is very good that I don't have، والله حاجه حلوه جدا او كويسه جدا ان انا ما عنديش ايه ده، لاجج يعني امتعه اللي هي الشنط والحاجات دي يعني. I can move smoothly، والله الواحد بيتحرك بسهوله ويعني ايه
بنعومة كده، الحكاية سهلة يعني. طب نقول ميني عديد شيء قابل للعدد، ولا صم بمعنى بعض، ولا ماتش كثير لشيء غير قابل للعدد، ولا أبط اللاجج بمعنى أمتعة كلمة غير قابل للعدد. يبقى اللي ناسبها مين بقى فيهم؟ ماتش، لأن هي الكلمة غير قابل للعدد. الجملة هنا طبعا فيها نفي، ولا أنا ما عنديش الكثير من الحقائب، وده مخلي حركته فيها سهولة أو يسر. 19 بيقول لك فيها if you want to know the news، لو أنت عايز تعرف الأخبار you can read it in the in A، ممكن تقراها في إيه؟ تقراها في إيه؟ ماتش بيبر بمعنى ورق كثير، وأنا بتكلم عن ورق كخامة، ولا ميني بيبر، وهنا طبعا ما تنفعش ميني لأن كلمة بيبر اللي هو الورق، خام الورق ما يتعدش، سام بيبر بعض الورق أنا بتكلم عنها برضو كخامة، ولا ذا بيبرز أهي هي دي، ذا بيبرز هنا معناها الجرايد. طيب الجملة رقم 30 فيها بيقول له would you like، هل تود في كذا cup of tea، فنجان شاي after the meal بعد الوجبة. ها احنا قلنا ايه؟ cup of tea فنجان شاي. طب نقول ايه؟ some cup of tea ولا much ولا a ولا any، فنجان الشاي يتعد. يبقى نقول لك a cup of tea، الفنجان يتعد مش الشاي. بس حد يقول لي يا مستر احنا بنعد الشاي، لا انا بتكلم عن الفنجان، cup of tea a cup of tea تنفع تتعد. طيب الجزء الثاني من التدريب اللي هو fill in، وده مهم جدا يا شباب. هنبدا بالقطعه الاولى واللي بيقول لك فيها طبعا نجهز للكتابه عشان نقدر نكتب، لازم نعمل اللي انت شايفه ده. طيب بيقول لك ايه فيها؟ some experts say that، بعض الخبراء بيقولوا ان some people بعض الناس who use computers اللي بيستخدموا الحاسب الالي a lot كتير can get physical، ممكن يحصل لهم ايه physical بقى؟ physical بمعنى بدني، problems مشكلات. تمام they find that، هما بيجدوا ان their eyesight اللي هي القدرة على الابصار عندهم gets worse بتسوء if they look at the screen for two كذا time. كلمة time غير قابل للعدد، يبقى انت كده هو عايز كلمة تعبر عن نفس الفكرة دي، يبقى انت هتقول ماتش. تمام too much time ماشي وقت كتير، اكبر لك الكلمة بس عشان تبقى ظاهر. تمام in addition بالاضافة الى ذلك بقى computer users مستخدم الحاسب الالي spend ايه بقى of time، اهي of دي خدمت معايا، يبقى انا كده عايز ايه بقى؟ عايز احط ان هو a lot، a ماشي lot، طبعا ان هو في مسافة ما بين a و lot ماشي a lot of time sitting down ماشي. as a result of this كنتيجة الى ذلك، نتيجة لده يعني اللي هي القعدة الطويلة so a of them، هو عايدة them من هو بتكلم عن، طبعا دي كانت بجهاز كتابة، هنا هو جهاز كتابة، زم عايدة على مين؟ زم عايدة على الناس المستخدمين الكمبيوتر أو الحاسب الآلي. يبقى أقول so many، العديد منهم، لأن ده قابل للعدد، احنا بنقول العديد من الناس بيستخدم الحاسب الآلي are becoming overwhelmed overwhelmed ابتدى وزنهم بيزيد. ماشي إيه اللي ناقص هنا هو عشان يقول لي people have، الناس عندها become addicted، أصبحت مدمنة to using the internet and chat rooms اللي هي منصات التواصل والدردشة والهيصة دي. طب انا عايز هنا هو بقى ايه الحاجة اللي تنفع تكلم عن الناس؟ مني، عديد من الناس، ناس كتيرة جدا بقت ايه؟ بقت مدمنة للموضوع التواصل على الانترنت. طيب القطعة التانية وبرضو هنكتب فيها last year، في العام الماضي ايه اللي حصل بقى؟ سامي اند حاتم مالهم بقى went to the Sinai desert in Egypt، راحوا الصحراء سيناء في مصر. They needed a truck in their journey، كانوا محتاجين تراك، تراك يعني شاحنة، to كذا desert، to ايه؟ عايزين شاحنة to ايه desert، ايه اللي ينفع معايا؟ عايز أداة التعريف ذا، ما هم قال لك راحوا الصحراء، خلاص تم ذكرها في الجملة اللي عدت، يبقى أنا محتاج ذا عشان أكد على الشيء اللي ذكر قبل كده، كلمة desert هيتذكرت هنا، يبقى أنا عايز ذا عشان ايه أكد عليها تاني. سامي knew how to drive، سامي بيعرف يسوق، كويس، جميل جدا. But حاتم didn't، الحمد لله اتسطرت. So Sammy was in charge of driving them to the desert، اللي كان مسؤول عن موضوع القيادة سامي. It was a long trip، اللي نجيبه هنا long trip يعني رحلة طويلة. طيب بأنها رحلة طويلة يبقى عايز يحط قدامها أداة، أداة إيه؟ نكرة اللي هي آه. طب ليه ما حطيتش آن؟ عشان long تبدأ بحرف ساكن. سامي became very tired، سامي تعب، and sleepy، وكمان منعنس، as he drove all night، كان بيسوق طول الليل. طيب ماشي وبعدين on their way to Sinai، في الطريق لسينا، so he fell asleep، نعس،
and lost control of the truck. وللاسف بقى فقد السيطره على الشاحنه، ربنا يسلم. It went quickly down a hill، للاسف ايه وقعوا من على تله. and crashed into a tree، وارتطموا بشجره. They had ايه بقى accident، حصل لهم حادثه. كلمه accident معناها حادث، تحط قدامها اداه التنكير ان. ليه ان؟ لان accident تبدا بحرف متحرك. No one was hurt، الحمد لله ما حدش اتعور فيهم. After that، بعد كده حاتم decided to learn، حاتم قرر ان هو يتعلم ايه بقى learn كذا to drive. فاكر انت الصياغه لما نقول learn how to، هي دي ان هو يتعلم القياده. He asked Sammy to teach him، طلب من سامي ان هو يعلمه. So he can always be prepared to drive on occasions like this، علشان يكون قادر على القياده لما يكون في يعني ايه مرات او امور زي كده تحصل معاهم تاني. القطعة الثالثة بادئة ب the time lost never comes back، الوقت اللي بيعدي او اللي يفقد ما بيرجعش، يعني لو ضاع منك وقت مش هيرجع تاني. So our spare time should be، ولذلك وقت الفراغ يبقى ان يكون spent، يجب ان يتم ايه قضاؤه wisely بحكمة. We can do interesting things to enjoy it، انا بتكلم عن وقت الفراغ. وقت الفراغ انت ممكن تقضي فيه اكتر من حاجة، ممكن تقضي فيه حاجات عديدة. يبقى ممكن تقولها بميني، يعني اقول ميني ثينجز، ممكن تعمل ميني ثينجز خلاص، وممكن تعمل سم، يعني ينفع اقول ميني ثينجز وينفع اقول ايه سمثينج، دي تنفع ودي تنفع. طيب ماشي. وي كان جو تو سينما، ممكن نروح السينما. طيب هنا هو السينما دي من الاماكن اللي احنا محتاجين قدام ايه نقول ده سينما، لان دور المسرح والحاجات دي بنحط قدامها زي. Which is a source of amusement، وسيلة من مصدر من مصادر التسلية. and culture والثقافة. The theater to provides us with، وكمان المسرح بيزودنا with ايه بقى valuable experiences، بيدينا بعض، ماشي نقول عليها بعض الخبرات اللي بتكون مفيدة. تمام. Playing games، طيب ولعب الالعاب ماله، another way for enjoying، طريقة اخرى ل قضاء وقت الفراغ. طب ايه اللي ناقصنا هنا؟ هو ناقصنا ان هو فعل اللي هو يكون is، ماشي، لان اللعب اللي هو لعب الالعاب is another way، هو طريقه اخرى. طيب القطعه رقم 4 واللي بيقول لك فيها what do you like to do on holiday، تحب تعمل ايه في الاجازه؟ وهنا هو بدا الرد مش عارفين ايه. people like، الناس تحب to travel and stay in luxurious hotels، بتروح تحب تقعد في فنادق من اللي هي فيها وسائل ترفيه وراحه. طب ايه الكلمه اللي ناقصه هنا المهم يعني نعملها بايه؟ قدامك حل، يا اما تقول some people، بعض الناس بيعمل ده، ماشي. طيب ولو قلت many people مفيش مشكله، يعني قلت العديد من الناس يعمل ده ينفع، ولو قلت ايه بعض الناس بيعمل ده ينفع، ماشي. طيب تمام. however على اي حال other people، بعض الاخر، ده ياكد لك ان احنا some many تنفع، يعني ده ياكد بكلمه other دي شايفها. Other people like to enjoy nature، بتحب الناس تستمتع بالطبيعة، ماشي يا سيدي. That's why they go to camping، بيروحوا ايه يعملوا معسكر. They stay in tents، بيبقوا في خيام. And do many outdoor activities، بيعملوا مجموعة من الأنشطة اللي هي خارج الأماكن المغلقة، like hiking and fishing والحاجات. طيب you can go to some of، يمكنك أن تذهب إلى بعض ايه most beautiful، ده تفضيل. تفضيل الصفات يا شباب نحط قدام هذا the most، the most beautiful places on earth and enjoy the view. For example seeing، على سبيل المثال بديك أمثلة بقى. seeing waterfall، waterfall معناها شلال، دي لازم يجي قدام هذا the waterfall، لأنه بيتكلم عن الشلال، حد ده اللي بيتكلم عنه. For the first time، لمشاهدة الشلال لأول مرة. can really take your breath away، يخلي واحد كده إيه يعني كأنه نفسه راح منه يعني. طيب ماشي نروح للجملة اللي بعدها، بيقول لك فيها you can't say that camping، لا يمكنك القول ان الزهاد في معسكر is very common، حاجة شائعة. طيب كذا people do it، ناس بتعمله، بما انه حاجة مش شائعة يبقى الناس اللي بتعمله ايه؟ الناس اللي بتعمله ينفع تكون few، ماشي، وينفع تكون a few. ليه بقى؟ لان احنا بنقول ايه؟ بنقول اني ان هو غير شائع، بما انه غير شائع يبقى القليل من الناس بيعملوا، ينفع يكون القليل ده كافي بافيو غير كافي بفيو.
القطعة الأخيرة وبيظهر معاها رقم الصفحة اللي احنا شغالين عليها، بتقول لك My name is علي، أنا اسمي، وادي ذكر اسمه هو، I live in a big city، أنا عايش في مدينة كبيرة، and I love it، وبحبها. بحبها إيه ماتش؟ ها قدامك اختيار من اتنين، يا إما تقول أنا بحبها very much، بحبها جدا، ماشي، أو ممكن تقول حتى so much، يعني ينفع أقول very much وينفع أقول إيه so much. طيب because there are a of cars، اه مش هو بيعيش في مدينة والمدينة دي سيدي مدينة كبيرة، buses and bikes people find it hard to cross streets. طب يبقى ايه؟ بما انه مدينة وفيها لازم يكون فيها الكثير من a lot of، ماشي، في عربيات كتيرة واتوبيسات والدنيا، تمام. traffic jams، الازدحام المروري، are terrible، طبعا فظيع جدا، and the air is very bad، والهواء للأسف سيء، ما هي مدينة وهذه المدينة مزدحمة، تمام. but there are lots of advantages، في مميزات فيها، يعني ده عيبها اللي هو موضوع العربيات الكتير والدنيا، لكن برضه فيها مميزات. there are ايه بقى؟ work places، work places معنى اماكن العمل، ماشي، schools، مدارس، and restaurants، وبتاع ده، ومطاعم. طيب بما ان فيها الحاجات دي يبقى الحاجات دي ناخد لها، يا اما تقول some فيها بعض، ماشي، يا اما تقول many. المدينة الكبيرة دي من مميزاتها فيها أماكن كتير للعمل أو بعض أماكن العمل، مدارس، مطاعم. If you want to go for a walk، لو أنت عايز تتمشى، تذهب التمشية يعني، you can go to one of the parks، يمكنك أن تذهب إلى واحدة من الباركس اللي هي المتنزهات دي. Of course children can play in the street، الأطفال ما يقدروش يلعبوا في الشارع، but there are a clubs بقى، where they can enjoy themselves، يبقى عايز يقول إيه؟ بعض النوادي، يبقى نقولها some clubs، تمام. بكده يكون انتهى يا شباب تدريب اللانجوج اللي جاي على الدرس 3 و4 من الوحدة 4، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ زاد. ان شاء الله انتظرونا في مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.